أطلقت مؤسسة الملك خالد الخيرية أمس المشروع القرآني اتساق، أول مشروع عالمي لضبط مسائل الأداء في التجويد من أفواه 11 علماً من المقرئين في العالم الإسلامي الذي تم العمل عليه خلال 5 سنوات، أخذت صوتياً من أفواه أئمة القراء المعتبرين في العصر الحاضر. وأوضحت المؤسسة أن المشروع يهدف إلى مساعدة القراء والمقرئين ودارسي القرآن الكريم على ضبط مشكل الأداء الصوتي من خلال مرجعية تطبيقية أدائية موثوقة ذات مصداقية عالية، مؤكدة الحاجة لمثل هذه المشاريع النوعية التي تضبط الأداء الصوتي والتجويد لدى القراء ودارسي القرآن عبر مدارس موثقة ومعتبرة في العالم الإسلامي. وأفادت المؤسسة أن مشروع اتساق مشروع صوتي مرئي تطبيقي عالمي يعنى بضبط أهم الدقائق الأدائية في التجويد والقراءات عبر تقديم نماذج تعليمية مرئية وفق طرق عصرية تستند إلى منهجية علمية من أفواه كبار المشايخ المقرئين المتصدرين في العالم الإسلامي والمتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين بلغ عددهم 11 شيخا من المملكة العربية السعودية ومن مصر والشام والعراق وتونس والمغرب. وقد استغرق اتساق 5 سنوات عمل وجرى تنفيذه عبر مراحل متعددة، وشارك في المشروع عدد كبير من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والقراء بمساهمات فاعلة في التوجيه والمراجعة لكثير من مراحل المشروع. وقد اشتملت قائمة مخرجاته على كتاب ورقي وموقع إلكتروني على الشبكة العالمية وتطبيق اتساق على الهواتف الذكية.